لقد اخطأت ثانية. لا توجهه إلى هناك، هناك إلى المكان الضيق يوجد أسماك. ماذا؟ يا نوع من كلب، كلب؟ لما لا تنزل؟ أتريد أن تلعب معنا؟ نعم تعال. أنت هل رأيت رجلا في سيارة؟ كلا، إنه ليس من أولاد القرية. أنت إذا هل رأيت السيارة وبداخلها الرجل الثمين صاحب عين الصقر؟ من هذا؟ إنه إن الخاطف رجل شرير، نحن نلاحقه من القرية البعيدة نحو الشرق. رجل شرير؟ رجل شرير من هو؟ لا نعرفه ولم نراه يمر من هنا. حقا؟ حسنا، ليحاول وضع كمين له على مقربة من هنا. هيا. من هم هؤلاء الأشخاص؟ إنهم يلاحقون رجلا شريرا. رجلا شريرا؟ خاطف، يرى الفضاعة، اذهبوا جميعكم إلى المنازل الآن بسرعة. أنت هناك، تعال ادخل. اجلس هناك، لا داعي لأن تقلق، تعال تبدو جائعا. نعم شكرا جزيلا لك. أيه تفضل. شكرا، لم أكل منذ مدة. هنيئا. بوتشي اهدأ، هل أستطيع مساعدتك بشيء يا سيدتي؟ ماذا؟ جدي قال لي أن لا أخذ شيئا دون أن أعمل من أجله. فهمت، حسنا أتستطيع القيام بعمل ما؟ نعم، ساعدت جدي بتقطيع الأخشاب وجمع الحطب أيضا. ولد طيب، لما لا تقوم بذلك بعد العشاء إذا؟ طبعا يسعدني ذلك. هيا يا بني. شكرا لك، ما أطيب الحلوى. ولكما أيضا الطعام. هل هذا الكلب يفهم؟ نعم اسمه بيل. بيل حقا اسم جميل. وهذا بوتشي. كم هو جميل. ماذا عنك؟ ما اسمك أنت؟ أنا اسمي سيباستيان. من أين أنت يا سيباستيان؟ أنا من الشمال. لا يكفي، إلى أين أنت ذاهب؟ لما لا تجيب؟ أنا ذاهب باتجاه الجنوب. قل لي، هل جدك على علم بذلك؟ نعم. فعلا؟ نعم. إنها الحقيقة.
لا بأس إذن، منذ بضعة أيام اختطف ولد من القرية المجاورة ولم نجده بعد. إذن ما قيل لي صحيح؟ نعم، ربما أخذ إلى أفريقيا أو مكان آخر. أفريقيا؟ مكان بعيد جدا وراء البحر، ربما لن يستطيع الرجوع إلى الأبد. كم هذا مؤسف. اسمع، لا تذهب مع الغرباء، ربما كانوا من الخاطفين، فكن حذرا دائما. نعم. جدا، إنه يعمل أكثر مني دائما. كلب عظيم، هذا يكفي، شكرا لك. لكنني ابتدأت لتوي. هذا يكفي لهذا اليوم، غدا يوم جديد. خذ هذا، يوجد فيه خبز وجبنة، كن حذرا. شكرا لك سيدتي، كم أنت لطيفة. لا لا، ليس الآن يا فوتشي. سيباستيان، كن حذرا من الخاطف، لا تدعه يخدعك. نعم. إلى اللقاء، مع السلامة، رحلة موفقة. إلى اللقاء يا سيدتي اللطيفة، لن أنسى معروفك أبدا. إلى اللقاء، مع السلامة. هيا بنا يا بل. انتظرني يا بال. ما هذا؟ ماذا حصل؟ لأنها ولد. هل اعتقلتم الخاطف؟ كلا، لقد أخطأناه. ماذا؟ هرب عبر الخندق، إنه أسرع مما توقعت، لكن لا بد أنه في مكان ما حولنا. لقد ترك هذه الآثار. سننال منه بطريقة أو بأخرى. لما لا تطلب من بل أن يبحث عنه؟ بل؟ تقصد هذا الكلب؟ نعم، بل ذكي جدا، وحاسة الشم عنده قوية. لا بأس بذلك يا كاربو. حسنا، ما اسمك يا صبي؟ أنا سيباستيان يا سيدي. اسم جميل جميل. حسنا، بل جبت لنا الرجل الشرير. ما الأمر يا بل؟ هل أنت خائف؟ كفك نباحا، كفك نباحا. لقد أخف الحصان، لا يمكننا الاعتماد على الكلب الصغير يا كاربو. بل لنحاول أن نجده. من هنا يا رجال؟ انتظروا، دعوني افعل.
اعتذروني. لقد نسيت ما أعطتني إياه السيدة العجوز. وجدتها. اهدأ. كن هادئا، لا أريدك أن تحدث أي ضجة. اتلفت من الجوار، أليس كذلك؟ دعني أذهب، أنا مع بال وفوتي، بل سيهاجم أبوه. أعرف ذلك، كنت أراقب، لقد تعدوا من هنا. حتى الآن تعال معي. لا لا اتركني. كن هادئا. اتركني، دعني أذهب. إلى أين ذهبوا؟ أين ذهب بيل؟ لقد اختفوا. بيل! لهذا السبب قلت لك لا يمكنك أن تأتي قبل الكلاب. من هنا، هيا. يا أسرع. لا أستطيع السير أكثر، أرجوك دعني وشأني، أرجوك دعني. دعني. لا يجب أن تأتي معي، هيا أسرع. تعال. ماذا حصل يا بيل؟ أسرع أنقذني. ماذا جرى لك؟ ما بيك؟
اهدأ أيها الكلب. للعربية. إلى أين أنت ذاهب؟ عد إلى هنا. تعال. لا بأس الآن، شكرا لك يا بوتشي. ماذا أنت؟ أيها السيد، كنت خائفا، لقد أطلقت النار فجأة. أنا آسف، اعتقدت أنك الرجل الشرير. ماذا جرى؟ هل وجدته؟ لا، ليس بعد. لقد رأيته، حاول أن يأخذني لكنني استطعت الهرب منه. ماذا؟ أين؟ هناك في هذا الاتجاه. حسنا، أرشدنا. بيل، بيل، بيل. بيل، هل أنت بخير؟ سيدي بيل سوف يرشدنا. فعلا. حقا، فعلا سيدي، أنت لا تعرف بيل. حسنا، قل لهذا الكلب أن لا يركض بسرعة هذه المرة كي نلحق به. نعم. هل فهمت يا بال؟ إنه رجل شرير، لا تنظر أبدا إلى عينيه. حسنا، امتطي الحصان أيها الولد. هيا بنا. تمهلوا وانظروا، هنا مركز للمراقبة. يبدو أن شخصا ما داخل هذا البيت. آثار أقدام، لا بد أنه تسلل إلى هناك. هذا الدخان، رجل مراقبة. هذا يعني أنه يوجد رجل مراقبة بجانبه. رجل المراقبة شريكه؟ نعم، إنهم يخطفون الأولاد ويخبئونهم هناك. إذن ربما يوجد أولاد معهم. لا تقلق أيها الصبي، سوف ننتظر وننال منه. احذر، ربما يوجد أطفال معهم. أعرف، ابقى أنت هنا وسنتصرف نحن. بال، بال، تعال إلى هنا. سكوت، لا نريد إحداث ضجة، لا تخيفه فيهرب، ألا تفهم علي؟ هيا بنا، هيا افهم.
أحبيك، هيا اكسر الباب، هيا. حسنا. أطلق النار. توتي، ماذا جرى؟ لا يوجد أحد هنا، لا بد أنه هرب. أين رجل المراقب؟ لم يكن هناك أحد منذ البداية، وضع الدخان لكي يضللنا. أنت أنت أنقذوني، إنه رجل شرير. أنت ساعدوني أنت. لك احضر الجياده بسرعه ونطارد. انت انت ساعدوني بال، انت انت يا بال. حاصر سيباستيان والرجال الثلاثة غرفة المراقبة والرجل الشرير الذي كان يلاحق سيباستيان، ولكن الرجل تمكن من خطف سيباستيان والهرب به.